يعني ولا شرح من الشهداء الذين أكرم منا جميعا اللي سقطوا في جنين وفي كل مكان في هذا الوطن العزيز الغالي. مخيم جنين يستحق منا كل المساندة والتضامن والوقوف في وحدة الجغرافيا، وحدة المصير، وحدة النضال، وحدة المقاومة. اليوم احنا في إقليم حركة فتح، ومن خلال مستشفى الحكومة وبنك الدم الإخوان اللي يعني بيشرفوا على هذا الأمر من الأمس، واليوم لقد تم توفير يعني كل وحدات الدم والدكاترة والإسعافات لمخيم جنين، لجنين ومساندتهم والوقوف معهم. هذا وحدة الشعب ووحدة الهدف ووحدة يعني الموقف الوطني العام. من هون احنا اليوم ان شاء الله في حملة من الصباح باسم حركة فتح، اللجنة الصحية اللي بيشرف عليها أخونا إسلام أبو شمعة وكل الإخوان الطاقم الطبي في الحركة، بحيث أنه يكون في يعني تبرع دم أكثر من 200 وحدة دم، يعني بحيث أنه يكون في فعلا الدم واحد، مصير واحد. يعني بداية ألف رحمة على شهدائنا في مخيم جنين. طبعا هاي الحملة احنا بنكون فيها، هاي ثاني حملة باسم اللجنة الصحية للإقليم حركة فتح في طول كرم. طبعا هذا الدور الإنساني والوطني اللي بنكون فيه تبرع بالدم. طبعا اليوم نشكر كل أهالي محافظة طول كرم على دعمهم لتبرع بالدم لبنك الدم في المستشفى ثابت، ونقابة اللي هي الأطباء اللي نقابة الطب المخبري في محافظة طول كرم، ودعمهم لصالح شهدائنا وجرحانا في مخيم جنين. طبعا اليوم عندنا حملة تبرع بالدم بالتعاون مع بنك دم مستشفى ثابت والرعاية الصحية في الإقليم. هاي الحملة أتت دعم لجرحى العدوان الإسرائيلي أو العدوان قوات الاحتلال على مخيم جنين ومدينة جنين، وهذا أقل واجب وطني طبعا نكون فيه تجاه إخواننا في مخيم جنين وفي مدينة جنين بشكل عام. من جهاز المخابرات بقيادة الحاج أبو نضال لنتبرع بالدم من أجل مؤازرة إخواننا في مخيم جنين، وذلك واجب وطني علينا جميعا. طبعا احنا جينا نقدم دم لأهلنا مخيم جنين، شايفة، وهذا أقل واجب بنقدمه يعني، كلنا يعني فدا جنين. احنا هنا اقل واجب بنقدمه لجنين او غير جنين او مخيم جنين، وانا اتمنى من كل الناس تيجي تتبرع بالدم عشان هذا اللي بصير عنا، وان شاء الله ربنا يهونها علينا وعلى الجميع ان شاء الله.